اليوم في وصفة في وصفات قناة أم يونس جبنا وصفة سهلة بزاف يحبوها خاصة الجزائريين في العاصمة. إذا جبنا اليوم وصفة شربة بيضاء. هنايا شربة بيضاء سهلة ما فيهاش بزاف مكونات كما نعرفو، وطيبيها تمتم. وهكذا باش نبدلو شوية، واش راح نديرو هنايا؟ نجيبو بصلة، حبة بصل صغيرة، سكرفجة كما تشوفو في الرقيق كامل، وعندنا طرف تاع دجاج، أي دجاج يكون عندكم. تحبو تستعملو الشدر تقطعوه مع بعض تستعملوه، هنايا أي طرف تاع دجاج مهم، مش متقيدة بموصل تاع دجاج معين. وعندنا حفنة تقريبا نصف فنجان تاع شوربة تاع فانيساك. إذا نبدأ على بركة الله. إذا أنا هنايا في قدرة درت شوية زيت ومن ثم عرفة تاع زبدة. هاد الزبدة ضرورية في شوربة بيضة. هكذا نزيد لها هذا الملح تاع الدجاج على حسب افراد عائلتها، على حسب شنو تستعملي الدجاج. هنايا نزيدو هذيك حبة تاع الصل كرفجة صغيرة تكون، نقليو مليح هذاك الدجاج تاعنا مع البصل. هنايا نزيد كمية تاع الخميسة، إذا كانت عندك خميسة طيبة خليها تحطيها في الآخر. هنا أنا عندي خميسة ماشي طيبة، نخليهم شوية. هنايا كي تقلى لي شوية نجيبو نجيبو تاعنا، شويه تاع قرصه، شويه فقط خلطو. هذا تحتاج توابل، شويه قرصه فقط في الاسود، نزيدو شويه تاع ما نكثروش، إذا زاد ناقصة نزيدوها. نزيدو لها شوية تاع الماء على حساب أفراد العائلة تاعك. ها تقريبا يطراغي نص ريطة، يطراغي شوية هنايا. هنا في التوابل تستحق غير الملح، فلفل اسود والقرفة. هنايا راح نزيد لها انا شويه تاع الكركم، شويه فقط على جال اللون، انا نحب هذاك اللون الاصفر. شربة بيضاء وانتم ما تحبوا تستغناو عليه ما تستعملوش. هكذا طف كغلق عليها، خليها طيب حتى طيب لي هذيك الحميصة والدجاج. واذا كانت خاصتها شويه ماء نزيد لها شويه، وانتم ايضا الماء على حسب واش طيب لكم الحميصة والدجاج. ونكملوا الوصفه تاعنا. انا هنا
هنايا بعد ما طابخلي الحميصة اللحم والدجاج تاعي واش راح ندير هنايا؟ نجيبو هذيك الحفنة تاع بونيسال، ندير شوية مديرش كثر نحسب أفراد العائلة تاعك. خليها تغلي شوية حتى طيب لي هذيك الفرميسال. إذا هنايا بعد ما طابت لي هذيك الفرميسال تاعي نجي نديرها العقدة. هنايا نجيبو صفر بيضاء نديرو له عصرة تاع قارص هكا، نحيو هذا الخلوق عفوا عصرة تاع قارص، نزيدو نجيبو لاصوص هكدا شوية لاصوص نديروها هنايا. المعدنوس هنايا انا مانيش راح ندير المعدنوس خاطر ما يطيحش عندي، لازم نخلطو قبل باش ما يطيبلناش هذاك الجوندر، باش ما يطيبلناش هذاك الجوندر باش نخلطو. هنايا لازم نديرو المعدنوس شيش مقطفة، انا هنايا ما يحبو افراد العائلة تاعي ما يحبوهاش شباب بيضة بالمعدنوس. اذا ندير العقدة تاعي هكا نحركها تغلي شوية ونشوفها في طبق التقديم. إذا هاي ليك الشربة تاعنا واجدة، يخصها غير المعدنوس، نتوما ديروا لها المعدنوس تاعها. كما قلت لكم أنايا أفراد العائلة تاعي ما يحبوش الشربة بيضاء بالمعدنوس. نتمنى تجربوا الوصفة تعجبكم على طريقتي وديروا لي لايك للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم في وصفات قادمة إن شاء الله. بصحة تجربتكم.